يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحبكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى من قيل. طلعت فيه شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى ووصولا. لا تذكر الكتب السوالي فعنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا. قال الحق سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في ذكره الحكيم في سورة الزخرف: وهي سورة مكية بالإجماع، وآيتها 89، الله أعلم. مثل هذا يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة وأذانا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وتكلمنا في الدرس السابق البارحة على هذه الآية الكريمة ووقفنا عند قوله سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون، وهي جملة تامة اسمية مباركة. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني من النشب والمال والجاه والكلمة والنفوذ. رحمة ربك كلمة مجملة تتضمن جميع ما يصح أن يطلق به نعمة وفضل من الله، نعمة وفضل من الله تعالى. رحمة ربك لها مجال ومظاهر، من أجلها وأعظمها مظهر الإيمان والدين، فهنا تتجلى رحمة الله تعالى بعباده حيث هداهم إلى الحق ورحمهم. هذا يقول الله تعالى فيه: ورحمة ربك هذه بهذه المعاني كلها خير مما يجمعون. فإذا تفضل الله تعالى على عبده وهداه إلى الصراط المستقيم ونور قلبه بنور المعرفة وأرشده إلى الحق وتمسك به فهو فائز ناج بلا شك. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى لعباده، وهذا بلا شك خير مما يتعلق بالدنيا ومشتهياتها ومفاتنها. هذا معنى قوله سبحانه: والله أعلم ورحمة ربك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني مما يجمع هؤلاء من مال ومن نشاب ومن صامت وناطق مما يتعلق بالدنيا، لأن هذا كله لا قيمة له، حقير، لأنه فان زائل لا ينفع الإنسان. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس
العلماء يقولون على لولا ولو، لأنه كلمة امتناع، يعني يمتنع ما بعدها لما قبلها. والله تعالى يقول هنا لولا أن يكون الناس أمة واحدة لكان كذا وكذا، يعني أن الله تعالى يقول لولا أن يغتر الناس وينساقوا وراء المشركين والجهال الذين يعتقدون أن الله تعالى لا يعطي المال والدنيا إلا لمن يحب، فكانوا يجعلون المال والثراء والغنى والسعة في الدنيا، الساعة في الدنيا علامة على حب الله تعالى لهم، وهذا فهم خطأ لا أساس له، ولا سيما إذا كان المعطى هو الدنيا والنشب والمال. والله تعالى يقول لولا أن الله تعالى لا يحب أن يعتقد الناس هذا الاعتقاد الخطأ الذي يفضي بصاحبه إلى النار، والذي يكون سببا في الجحود والكفر والإعراض عن الله تعالى، لولا هذا المانع، لولا هذا لصب الله الدنيا على المشركين والكافرين صبا، ولا أعطاهم ما سيقول تعالى سيتحدث عنهم في الكلمة الآتية. ومضمون هذا الكلام الإلهي أن الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى، وأنها لا تساوي شيئا، ولذلك الله تعالى يقلوها ويكرهها ويبغضها ويلعنها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، والحديث صحيح. والمسمى مسمى الدنيا ماشي هي الأرض والجبال والأنهار والبحار، لا، هذا وعاء يعني، وإنما معناه ما يجري في هذه الكوكب الأرضي، في هذه الأرض ما يجري عليها مما لا يتعلق بالله تعالى ولا يموت إلى دينه بصلة. كل ما يجري في الدنيا من المشتهيات ومن المال ومن الجاه ومن النفوذ ومن كذا وكذا، ما عدا ما يتعلق بالدين والعقيدة وذكر الله والجهاد، هذه الأمور التي هي من صميم الدين. لولا أن باستثناء هذه الأمور تبقى الدنيا وما فيها ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما يتبعه. وورد في الحديث الصحيح اللي هو دائر على الألسنة ومعروف وهو صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذا كناية عن الحقارة، يعني منتهى الحقارة والتفاهة، لو كانت الدنيا تساوي هذا وهو جناح البعوضة اللي هي الناموسة، والناموسة كلها لا تساوي شيئا، فكيف بجناحها؟ ولكن الله تعالى النبي يقول عن الله تعالى: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق منها كافرا شربة ماء. ولكن لما كانت الدنيا كما قلنا لا قيمة لها ولا شأن لها، وهي مكروهة ملعونة غير محبوبة مبغوضة، فإن الله تعالى أعطاها لمن يكفر به. وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والأحاديث في هذا كثيرة التي تصور حقارة الدنيا عند الله تعالى وأنها لا شيء، ولذلك مكن الله منها المشركين والكافرين وأعطاهم إياها، وذلك لأنها حسبهم ولا خلاق لهم
ولا نصيب لهم في الآخرة. وورد في الشريعة وورد في الدين الإسلامي أدلة كثيرة تدل على أن الكافرين والمشركين إذا أحسنوا إلى عباد الله تعالى ونفعوا فإن الله تعالى يعجل لهم جزاءهم في الدنيا من البحبحة والسعة في الرزق، وذلك كما قلنا لأنه لا يقبل منهم شيء من أجل كفرهم، وليس لهم عند الله وزن ولا خلاق ولا نصيب، لا نصيب لهم في الآخرة. ويقال لهم في الآخرة كما قال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون وبما كنتم تفسقون. هذا واضح ولله الحمد، وهو في معنى هذه الآية الكريمة. وكذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو صحيح قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. واضح الحديث الشريف الصحيح هذا يشتمل على جملتين اسميتين، الأولى الدنيا سجن المؤمن، وذلك لأن المؤمن الصادق الإيمان صاحب اليقين يعيش فيها مقيد بسبب ما يعتقده في الدين من الحلال والحرام، فهو يلتزم بشريعة الله تعالى ويمشي على منهج الله تعالى، لا يعطي نفسه شهواتها ولا يحقق ميولها ولا يتبع هواه ولا ينساق مع وساوس الشيطان، بل يعيش عيشة وسطة أكثر ما فيها يرجع إلى الدين وإلى ذكر الله تعالى وإلى عبادته وإلى التأمل وإلى التقرب إلى الله تعالى بعد الفرائض بنوافل الخيرات وبالفواضل والفضائل. هذا معنى سجن المؤمن، لأن من شأن المسجون أن يكون مقيد محروس، حركته محسوبة، لا يستطيع أن يفعل إلا ما هو فيه، لا يتجاوزه. أما فيما يرجع للكافر الذي كفر بربه وجهل حكمة الله تعالى ودين الله، فإنه يعطي نفسه هوى وينطلق ويفعل ما شاء كالحيوان العجب، منهم إلا كالأنعام منهم أضل سبيلا. هذا معنى هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يتبع الناس الجهال والمجرمين وهم أكثر الناس الذين يعتقدون أن الله ما أحبهم ما أعطاهم المال ومكنهم فيه ووسع عليهم في الرزق الذي أنهم محبوبون له وأن الله يحبهم، رغم أنهم مقيمون على الكفر والجحود والعصيان. فمن هنا أوتوا، الداخلة دخلت عليهم من هنا. والله تعالى يقول: لولا هذا العرقلة وهذا المفهوم الخطأ الذي يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله وإلى الحرمان والخسر المبين، لولا هذا لأعطى الله تعالى الكفار أكثر مما يظنون ويأملون ويرجون، وذلك لأنه كما قلنا حسبهم في الدنيا، والدنيا جنتهم ونعيمهم عجل لهم هنا، ومن كان منهم نافعا لعباد الله تعالى كهؤلاء المخترعين اللي معروفين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم ممن يقال لهم العلماء، والذين اخترعوا مسائل كثيرة تتعلق بالعلوم وبالهندسة هذا يوم التكنولوجيا والمخترعات الحديثة وما يتعلق بالطب وما يتعلق بكذا وكذا، ولا شك أن هذه أمور فيها